مجلس الشيوخ الأمريكي يحافظ على اللون الأزرق، فالديمقراطيون يتمسكون بأغلبيتهم البسيطة في المجلس. ولاية نيفادا تحسم أمرها وتمنح مقعد الشيوخ فيها للحزب الديمقراطي بعد نجاح كاثرين ماستو في الحفاظ على مقعدها في مواجهة المرشح الجمهوري المدعوم من الرئيس السابق دونالد ترامب. 50 مقعدا للديمقراطيين تغنيهم عن انتظار نتائج ولاية جورجيا، فالصوت المرجح لكفتهم بيد نائبة الرئيس كامالا هاريس. هنيئا للسيناتور شومر، لقد حصل على الأغلبية مرة أخرى، والآن سنركز على ولاية جورجيا. نشعر بالرضا عن مكان وجودنا، وأنا متفائل، لست متفاجئا بالإقبال ومسرور لذلك. أشعر أنني بحالة جيدة وأتطلع إلى العامين المقبلين. خسارة مجلس الشيوخ تمثل انتكاسة للجمهوريين خاصة من أنصار ترامب، فسقف التوقعات بالنسبة إليهم ارتفع وسط ثقة بموجة حمراء تجتاح الكونغرس. لم يحصل ذلك في النتائج الأولية، وبالرغم من حفاظهم على التقدم في مجلس النواب إلا أن الفارق يتضاءل مع خسارة في مجلس الشيوخ. سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ معناه تسهيل كثير من القرارات الخاصة بالرئيس بايدن وإدارته. لديه مشاريع طموحة فيما يتعلق بخفض التضخم، ما يسمى بالإنفليشن ريدكشن أكت أو قانون خفض التضخم الذي تقدم به بالفعل، وكان هناك تخوف من نجاح الجمهوريين في السيطرة على مجلس الشيوخ سيكون معناه عرقلة كثير من هذه المشاريع. يعيد مجلس الشيوخ سيناريو الانتخابات الرئاسية عام 2020، سواء من ناحية حسم النتائج عبر الأصوات المتأخرة أو من جهة فوز بايدن على ترامب. لكن الأهم بالنسبة إلى الديمقراطيين والرئيس الحالي أن حفاظهم على مجلس الشيوخ يمنحهم ثقة في الاستحقاقات القادمة وفيما تبقى من فترة حكم الرئيس بايدن. بالرغم من أزمة التضخم وتراجع شعبية بايدن، يكسر الديمقراطيون عرف خسارة الحزب الحاكم للكونغرس في انتخابات التجديد النصفية بعد حفاظهم على مجلس الشيوخ. نجاح يرجعه البعض لأخطاء يرتكبها الجمهوريون. سامي الأسمر، RT، واشنطن.